ازيكم؟ الفول من اسهل النباتات اللي نقدر نزرعها في البيت، وانسب وقت لزراعته هو في شهر اكتوبر ونوفمبر، وبرضه ينفع في شهر يناير وفبراير. في الفيديو ده هشرح لكم ازاي نزرع الفول من البذرة، وهنتابع النمو لحد مرحلة التزهير. انا محمد الخطيب، ودي قناة شتلة. اول حاجة نجيب بذور الفول، ودي سهل نقدر نجيبها من اي عطار، ولازم تكون بذور صحيحة وسليمة ومش مسوسة. ودلوقتي هننبت البذور، ودي عملية اختيارية، تقدر تزرع الفول على طول من غير ما تنبتها في المية، بس احنا هنعمل كده عشان نختصر وقت الانبات. فهننبت الفول باننا نحطه في مية، وبالمناسبة الفول اللي يطفو ما ينفعش يتزرع. بعدين هناخد البذور ونحطها في مكان بعيد عن الشمس، وما ننساش نغير المية يوميا علشان البذور ما تعفنش. وادي بذور الفول بعد ما حطناها في المية بأربعة أيام، نبتت بنجاح الحمد لله. ودلوقتي هنجهز انسب تربه لانبات البذور. الطريقه دي استخدمناها في اكتر من فيديو. اول مكون معانا هو رمل مغسول او سبق زراعه فيه علشان نتجنب املاح التربه الرمليه، وتاني مكون هو بيتموس، ويستحسن يكون نوع كويس، ممكن تشتريه من المشاتل او من على موقع امازون. وتالت مكون والاخير هو سماد كومبوست، نباتي حيواني بنسبه 50-50، بس ما نكترش منه علشان ما يضرش بذور الشتلات الجديده، وفايدته يضيف تدفئه وبرده كعنصر مغذي للشتلات في مراحل نموها الاولى. نخلط المكونات كويس كده، بقى معانا خليط متجانس من الرمل والبيتموس بنسبه 1:1، وهنستخدم كقصيص كوبايات بلاستيك صغيره، وعملنا لها فتحه من تحت علشان تصرف الميه الزياده. نملى الكوبايات، وبكده بقت جاهزة للزراعة. ودلوقتي هنحضر الكوبايات وفيها التربة اللي جهزناها، وهنحط في كل كوباية بذرتين بس، وبعد كده ممكن نختار الأفضل بينهم بعد ما ينبتوا. الشتلة الكبيرة والصحية نسيبها، والضعيفة نقدر نشيلها من التربة بعد كده. هنغطي البذور بنفس نوع التربة اللي سبق وحضرناها، وفي النهاية نسقي كويس. بعدين ناخد الكوبايات ونحطها في مكان بيوصل له أشعة الشمس المباشرة، ونرش مية رشة أخيرة بحيث نزود رطوبة المكان. وبعد 5 أيام هنلاقي إن البذور نبتت والمجموع الخضري بتاعها ظهر. وبعد 8 أيام من زراعة الفول من البذرة، دلوقتي الشتلة جاهزة إننا ندورها في قصيص أكبر. ناخد الشتلة لغرفة العمليات بتاعتنا، ونحضر قصيص ونملى نصه بالتربة اللي حضرناها، ونمسك الكوباية وندحرجها بالشكل ده مع الضغط عليها بالراحة، ونحط الشتلة بين صوابعنا، وبعدين نشيل الكوباية. كده طلعنا الشتلة من غير ما نضر الجذور. اهي الجذور بقت كثيفة وقوية ومحتاجة تتدور لقصيص اكبر. نحطها في نص القصيص ونملأ باقي القصيص بالتربة، بعدين نسقي كويس جدا. وطبعا زرعنا باقي الشتلات في القفص ده، بس ما ظنش انها هتوصل لمرحلة التزهير، بس انا زرعته في القفص ده علشان يثبت النيتروجين في التربة الرملية دي. وهبقى اشرح لكم عملية تثبيت النيتروجين اللي بيعملها الفول عن طريق العقد الجذرية في فيديو على قناة ان شاء الله. ودي شتلة الفول بعد أسبوعين من زراعتها من البذرة، وبعد ما دورناها لقصيص أكبر. ودلوقتي النبات وصل طوله 15 سنتي، وبقى عمره 3 أسابيع، نقدر نسمده، وهسمده بسمادي المفضل وهو كومبوست نباتي حيواني. بعدين نسقي كويس، ولازم نخلي بالنا إننا بنسقي بس لما سطح التربة بعمق 2 سنتي يجف، لأن الفول حساس جدا للمية الزيادة. وبعد 45 يوم من الزراعة من البذرة، هنلاقي نبات الفول بعناقيد الزهور بتاعته. في المرحلة دي لازم نكون حريصين واحنا بنسمد وبنسقي، لان التسميد زيادة بالنيتروجين والري الزيادة بيخلي الزهور دي تقع. بس كده، لو عجبك الفيديو اتمنى انك تعمل لايك واشتراك تشجيعا ليا اني اشرح زراعة نباتات تانية، ويبقى خد جولة في فيديوهاتي اللي فاتت. وزي ما عودتكم في نهاية كل فيديو بحط ملخص لزراعة النبات اللي اتكلمت عنه، تقدر تاخده سكرين شوت في نهاية الفيديو. ما تنساش اللايك والاشتراك، ولو عايز تتابع نباتاتي اول باول رابط صفحتي على الانستجرام في الوصف. سلام، وما تخليش حاجة تزعلك.